أعلنت وزارة الصحة بأنه لم تسجل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخرا، موضحة أن عدد الحالات المرصودة وصل إلى 75 حالة، منهم 69 مواطنا وستة مقيمين. وبينت أن 50 شخصا من المصابين قد تأكد تشخيص حالاته بالتسمم الغذائي الوشيجي، مشيرة إلى أن عدد 43 حالة قد تعافت وخرجت من المستشفى بالسلامة، و11 حالة منومة بالأجنحة، و20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، مع حالة وفاة واحدة. وأفادت أن هذه الحالات جميعها ارتبطت بتفشي تسمم غذائي يعود لمصدر واحد، لافتة النظر إلى أن تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة أثمر عن السيطرة على التفشي بفضل الله، مؤكدة أنها تواصل المتابعة مع تقديم الرعاية الصحية للحالات المنومة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل. ودعت الصحة إلى ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية، فضلا عن عدم تداول الإشاعات والمعلومات الخاطئة.